بكم من جديد دكتور أيمن سلامة، بنفصل معه هذه الاتفاقية بندا علشان والحقيقة أنا بنقل كل الآراء المعارضة لهذه الاتفاقية كي يعني يوضح لنا الدكتور أيمن اللي يعني رأيه القانوني كان مشارك به في اللجنة العليا لمياه النيل. نيجي للجزء الأهم وهو مربط الفرس، الملء الأول وإدارة السد، تنفيذ توصيات لجنة الخبراء الدولية. إيه يا فندم لجنة الخبراء الدولية؟ لجنة الخبراء الدولية لجنة مشكلة من 2 خبراء من كل الدول الثلاثة الأطراف، مصر السودان إثيوبيا، وأيضا 4 آخرين من المستشارين الخبراء الفنيين الدوليين. ولكن في عجالة كده أستاذة لميس، لابد المشاهد الكريم والشعب المصري الكريم يكون عنده يقين أن مصر لم تكن تفاوض نفسها، مصر كان في مفاوضين آخرين، والمفاوضات لم تكن مفاوضين صعبين، يعني مش حاجة سهلة يا فندم. إحنا يعني هذا ليس سر، حتى ركوب السيد رئيس الجمهورية درج الطائرة حتى هذه اللحظة اللجنة كانت منعقدة. لماذا يا فندم؟ لأن إحنا كنا بنواصل الليل بالنهار في مختلف التخصصات والمجالات حتى نستطيع الخروج بأقصى ما يمكن الخروج به للشعب المصري. ده فكرة التفاوض، التفاوض ما بتاخدش كل حاجة. بصي بقى سيادتك، أن موجب التفاوض لا يعني موجب الوصول إلى حل. هقولها بشكل مفهوم. يعني إذا كانت القانون الدولي نفسه والمادة 33 من ميثاق الأمم المتحدة لتسوية المنازعات الدولية، وأساتذتنا في الدبلوماسية المصرية يعلمون أن المفاوضات هي الوسيلة الأولى لفض المنازعات اللي احنا هنيجي فيها حضرتك، فإن معنى إن إلزامية المفاوضات لا تعني في النهاية أن تفضي إلى نجاح. موجب التفاوض لا يعني موجب الوصول للحل. لماذا؟ لأن مصر لم تكن تتفاوض مع نفسها، مصر كانت تتفاوض مع دول أغيار، مع دول غير، وليست دولة واحدة يا فندم. فحضرتك في ظروف استثنائية غير مسبوقة في التاريخ المصري يعلمها القاسي والداني، احنا استطعنا ان نتحصل على مزايا مهمة، ولكن ليست هذه هي الخطورة الحالية أستاذة. الخطورة هو التنفيذ. أشكر حضرتك. والتلات اتفاقات القادمة. نعم. اللي لازم يتابعها وزارة الري والمعنيين بشؤون المياه في البلاد. دي مسألة حضرتك حاسمة، وأنا شخصيا من مركز الفقير المتواضع أناشد الفنيين المسؤولين المختصين في هذا الشأن أن يبدأوا منذ هذه اللحظة وليس بعد وصول السيد الرئيس الجمهوري بسلام. لا يا فندم، يبدأوا يشتغلوا من الآن يا فندم. وهذه مسألة مصيرية، وقالها السيد الرئيس اليوم ظهر اليوم، مسألة نهر النيل إذا كانت تشكل نماء وتنمية إلى باقي الدول الحوض فهي تشكل الحياة، أو لا قدر الله اللا حياة لمصر. تستخدم الدول الثلاث بروح التعاون المخرجات النهائية للدراسات المشتركة الموصى بها في تقرير لجنة الخبراء الدولية. يعني ايه يا فندم بروح التعاون؟ يعني ايه الاتفاق اللي كله حسن نية وروح تعاون؟ لا يا فندم، حسن النية مبدأ قانوني مرة ثانية. حسن النية في وروح التعاون ايضا، وروح التعاون منصوص عليها في ميثاق الامم المتحدة، وهو الوثيقة الكبرى الدستورية العلوية لكل مبادئ القانون الدولي. الشعوب الامم المتحدة في ديباجة الميثاق وفي المواد الأولى في ميثاق الأمم المتحدة أن تتعاون لتنفيذ، لابد أن يبقى في تعاون، لأن لو حصل في انعزالية، لو حصل أن مصر رفضت هذه الشروط ولم توقع، إيه اللي هيحصل يا فندم؟ إيه اللي هيحصل؟ هو لا قدر الله أكبر الخلاف لمصر. طبعا. فروح التعاون دي يعني يا فندم، يعني أنا بأحفز الدول الأطراف روح التعاون، يعني إن أنا يبقى في وشائج إيجابية متينة ما بين الدول. ملزمة روح التعاون دي يا فندم؟ أيوة فندم، ملزم إنه هو يتعاون. بعد إذن سيادتك، هو ملزم إنه يتعاون ولا ينعزل ولا ينفصل. ليه يا فندم؟ ما هو ليه كلمة روح التعاون جاية منين؟ إحنا في حوض واحد. بس افرض ان هو ما تعاونش، هنا بقى هنيجي لفض المنازعات. بس نقول بعد بقى دقيقة، الإطار الزمني لتنفيذ العملية المشار إليها اللي هو التلات اتفاقات يستغرق 15 شهرا منذ بداية إعداد الدراستين الموصى بهما من جانب لجنة الخبراء.
يعني تجربتنا مش جيدة جدا في موضوع الإطار الزمني، لأنه اللجنة الشركة الاستشارية المكتب الاستشاري أيوة يعني بنلف وندور حوالين بعض وما فيش حاجة. ما هو تم تحديده بقى في هذه الفقرة السيادة كذا النص بيلزم بإطار زمني موجود 15 شهر هو محدد يا فندم في مسائل التشغيل وإعادة الملء أو الملء الأول الملء الأول محدد التاريخ أهو ده تاريخ زمني، ودي حضرتك اللي أكثر النقاط الجوهرية اللي كان المفاوض المصري بيقاتل من أجلها تحديد الفترة طبعاً الزمنية. طبعا مبدأ التسوية السلمية للمنازعات، تقوم الدول الثلاث بتسوية منازعاتهم الناشئة عن تفسير أو تطبيق هذا الاتفاق بالتوافق أيوة. من خلال المشاورات أو التفاوض وفقا لمبدأ حسن النوايا. رجعنا لحسن النوايا تاني، وحضرتك قلت لنا أن هذا مبدأ في القانون الدولي. إذا لم تنجح الأطراف في حل الخلاف من خلال المشاورات أو المفاوضات، فيمكن لهم مجتمعين طلب التوفيق الوساطة أو إحالة الأمر لعناية رؤساء الدول أو رؤساء الحكومة. لماذا غاب التحكيم؟ نعم، وأنا هقول لستك رأيي الشخصي. التحكيم والقضاء الدولي هما الوسيلتين القضائيتين الوحيدتين الملزمتين للدول أطراف أي اتفاق دولي أو الدول في نزاع دولي. وده اللي خلانا يا أستاذ لميس إذا عدنا إلى 19 مارس الماضي ذكرى تحرير طابة وانسحاب الجيش الإسرائيلي من طابة 19 مارس 89، يرجعنا إلى أن القيادة المصرية في ذلك الوقت الرئيس محمد حسني مبارك والهيئة القومية لطابة الهيئة الوطنية نبيل العربي ومفيد شهاب وقامات نعم يعني نعم الحقيقة نعم أصروا على عدم تبني التوفيق ولكن تبني التحكيم. ليه برضو التحكيم أو القضاء الدولي؟ لأن التحكيم فعلا هو ملزم، لا تستطيعي ما حصلش إن دولة ليه بقى مش موجود؟ ما أنا هقول لسيادتك ليه مش موجود؟ لأن أنت لا تفاوضي مصر، أنت تفاوضي دولتين أخرين. ولكن لما نشير للمفاوضات لابد أن نكون أيضا أمناء في القول. إيه يعني إيه أمناء في القول؟ يعني المفاوضات المباشرة بين أطراف النزاع ثبت أن أكثر من 85% في النزاعات الدولية الحديثة ثبت بالأرقام أن المفاوضات المباشرة هي الأسرع والأنجز. ولما بنروح قضاء تحكيم ولما بنروح قضاء دولي بقى العدل الدولي تحديدا، غالبا أحكام العدل الدولية غالبا بتترك غضاضة وغصة وذكريات وموروث تاريخي وإنساني سلبي للدول أطراف النزاع خلاف المفاوضات والمشاورات. يعني عدم وجود التحكيم حضرتك كقانوني موافق عليه؟ أنا شخصيا كنت أفضل أن يكون التحكيم موجود. ولكن أستاذتي أنت ما تعرفيش ظروف التفاوض. أنت لا أنت هو حضرتك هقول سيادتك حاجة بعد إذنك. يعني الدول ذات سيادة، هو إثيوبيا 1993 لم تصادق على الاتفاقية مع مصر. إثيوبيا 1972 لم تصادق أيضا في الاتفاقية مع السودان. طب هو في القانون الدولي إجبار إكراه على الدولة ذات السيادة إن برلمانها، يعني النهاردة في إجبار على البرلمان المصري المرتقب، في إجبار على البرلمان السوداني الحالي أو البرلمان الإثيوبي الحالي على المصادقة؟ ما فيش إجبار يا فندم. ولكن المجتمع الدولي بينظر لما حاجة اسمها المسؤولية السياسية وليست المسؤولية القانونية للدولة. يعني أنا عايز أوضح حاجة برضو لوسائل الإعلام تحديدا بعد إذن سيادة، لنفترض أن الاتفاقيات اللاحقة لم يصدق عليها من إثيوبيا من البرلمان، ما فيش أي وسيلة قصرية إجبارية أو من مصر ولا ترتب ولا من مصر أشكر حضرتك لا ترتب مسؤولية قانونية ولكن ترتب مسؤولية سياسية غير جزائية. دكتور أيمن سلامة، بنسبة كام في المية حضرتك راضي عن هذا الاتفاق؟ 85%. ولازم أكرر مرة ثانية، احنا انتزعنا نصوص قانونية ملزمة لإثيوبيا تحديدا هي رفضها قلبا وقالبا شكلا وموضوعا.
أنا بشكرك شكرا جزيلا على كل هذه التفصيلات. حبيت أن أنا يعني يعني أعرض وجهة النظر الأخرى طبعاً. المعترضين ونحترم المشككين المخالفين، لأن في النهاية كل ما نريده هو المصلحة المصرية. مزبوط. ولكن علينا هنا أن نحيي المفاوض المصري وحيي حضرتك وكل فريق التفاوض. واضح أن التفاوض لم يكن سهلا، أنا عارفة أن أنتم فعلا شغالين لحد وقت متأخر جدا من ليلة أمس، وأنه الوضع ما كانش سهل، وبحيي المفاوض المصري على والسيد رئيس الجمهورية من فضل سيادتك اللي هو كان يعني والنهاردة تحدث، قال أنا كمواطن مصري ووضع حقوق مصر في الاعتبار وفي أعلى اعتبار وفي الأولوية القصوى، والمفاوض المصري هو الذي يستحق أن نرفع له ويعني نرفعه إلى أعلى عليين ونرفع له القامات والهامات ونثني على جهوده. وعايز أقول حاجة الكل يعلمها من فضل سيادتك، إن كان مقرر أن معالي وزير خارجية السيد سامح شكري كان مغادرا مسافرا ليس إلى الخرطوم ولا إلى أديس أبابا، ولكن كان مسافر إلى روما العاصمة الإيطالية لمؤتمر مجدول مرتقب مصر دولة فاعلة مساهمة فيه، ولكن السيد رئيس الجمهورية أمره وكلفه بإلغاء روما والسفر المفاجئ إلى إثيوبيا والسودان، وذلك لحلحلة مواقف معينة. لابد الشعب المصري، الرأي العام المصري يعلم ويثق أن الحكومة المصرية الحالية لم تفرط في لا في نقطة تراب ولا أيضا في قطرة ماء. بشكرك شكرا جزيلا دكتور أيمن سلامة، يعني أستاذ القانون الدولي بجامعة القاهرة وأيضا عضو اللجنة العليا لمياه النيل. إذن هذا اتفاق مبادئ، الأهم هو ما يلي سيلي هذا الاتفاق، الأهم هو هذه الاتفاقات الثلاثة المكملة لهذا الاتفاق، وهنا نحن سنتابع هذا الأمر مع وزارة الري والمعنيين. وكما قال الدكتور سلامة أن المفاوض المصري لم يفرط لا في نقطة ماء ولا في ذرة تراب من أرض مصر. بشكرك شكرا جزيلا، ونخرج فاصل، وبعد الفاصل أبطال الأهلي للطائرة.